لن تسمح إسرائيل بأي محاولة تهدف لترسيخ وجود حزب الله على الجبهة السورية كما تقول دائماً. لأجل ذلك كثفت الضربات الجوية على مواقع عدة لحزب الله. آخر الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع بنية تحتية عسكرية يستخدمها حزب الله كانت في منطقة محجة في ريف درعا الشمالي، وطال القصف هنا مستودعات تابعة للجيش السوري وحزب الله. وفي الجنوب السوري قصفت إسرائيل وفق المرصد السوري موقعاً عسكرياً، نتحدث عن لواء 90 أطلق منه حزب الله صواريخ باتجاه الجولان. أيضاً قصفت إسرائيل اللواء 12 في السويدة، واختالت ضابطاً سورياً عن طريق عملاء لإسرائيل داخل الأراضي السورية لأنه كان مسؤولاً عن تقديم تراخيص لحزب الله لاستخدام القواعد العسكرية التابعة للجيش السوري بحسب المرصد السوري. وقبل شهر قصف الجيش الإسرائيلي موقعين للجيش السوري يستخدمهما حزب الله، وحمل حينها سوريا مسؤولية جميع الأشرطة التي تجري داخل الأراضي.